في بعض الانيميا ليها يعني ممكن تشخصها او تتعرف عليها او تعمل لها بريدكشن عن طريق فحصك للريبورت بتاع البلد، عن طريق فحصك للريبورت بتاع البلد. زي مثلا انيميا نقص الحديد، مشهوره جدا انيميا نقص الحديد. انيميا نقص الحديد ايرون ديفيشنسي انيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، دي طبعا معروفه اي حد بيشوفها في الريبورت بتاع البلد بيشوف مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا على طول بيعرف ان دي بنسبه كبيره انيميا نقص الحديد. طب عشان يتاكد يعمل ايه؟ يعمل بقى الايرون بروفايل، يشوف بقى الليفل بتاع الايرون في البلد، ويشوف الترانسفيرين، ويشوف الفيرنتين، ويحسب الحاجات دي عشان يشوف هل في فعلا نقص في الحديد ولا لا. لكن البلد السي بي سي هنا عمل لك دايركشن، خلاك تفكر في الحديد، تمام؟ لما شفت مايكروسيتيك ايه؟ هايبوكروميك انيميا. طب ايه علاقه الكبر ديفيشنسي اوف كبر بنقص الايرون؟ ليه الكبر يديني برضه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا؟ الكبر اسينشال فور بايندنج اوف ايرون مع الهيموجلوبين. عارفين ان الهيموجلوبين داخل غير الدم الحمراء بيحتوي كل مولكيول من الهيموجلوبين بيحتوي على 4 ذرات حديد. كل مولكيول هيموجلوبين بيحتوي على 4 ذرات حديد. خلية الدم الحمراء فيها كم مولكيول هيموجلوبين؟ تتوقعوا كم مولكيول؟ خلية الدم الحمراء فيها كم جزيء على مستوى الجزيئات؟ كم جزيء هيموجلوبين؟ فيها طبعا مكتوب 250 مليون ل 270 مليون جزيء هيموجلوبين. كل خلية الدم الحمراء واحدة. 250 مليون ل 270 مليون جزيء هيموجلوبين. كل جزيء هيموجلوبين فيه 4 ذرات ايرون. يبقى كام ذره ايرون موجوده في الخلية الدم الحمراء؟ وكل ذره ايرون بيرتبط بها اكسجين. وقد ايه الاكسجين اللي موجود داخل خلية الدم الحمراء واحده؟ طبعا كتير جدا، تمام؟ لان طبعا احنا ما نتخيلش برضه يعني كميه التشو وكميه السيلز الموجوده في كل اورجن قد ايه. وكل خليه من دول المفروض يوصلها اكسجين. تمام؟ الموضوع طبعا ايه؟ موضوع كبير واكبر من خيالنا يعني، تمام؟ فده اللي هو الايه؟ الوضع. يبقى الديفيشنسي اوف كفر لما يقل الكفر الايرون مش هيرتبط بالحصان فكانه مش موجود. فهتحصل برضه ايرون ديفيشنسي يعني. طب ايه علاقه المولبدنم بويزنج بالكفر؟ فعندي هتاخدوها احتمال في التوكسيكولوجي مثلا. المولبدنم طبعا في بعض التربه او بعض النباتات بتبقى غنيه بالمولبدنم. خدتوها؟ خدتوها. بيعمل ايه؟ بيعمل الابزوربشن بتاع الكفر، مش كده؟ بيبقى الابزوربشن بتاع الكفر برضه نفس القصه كده، عمل برضه ايه؟ ايرون ديفيشنسي انيميا. طب الكرونيك بلاد لوس ايه علاقته؟ لازم يبقى كرونيك. كرونيك بلاد لوس يعني ايه كرونيك بلاد لوس؟ مثلا انتستنال بلاد شانك برازيل زي المنقص مثلا. كوكسيديا بيقول مثلا كرونيك تيك انفستيشن، كرونيك مينج انفستيشن، اي حاجه بتعمل سكن للبلاد يعني لوس سمول اماونت اوف بلاد فور ا لونج بيريود. ليه بقى كده؟ كل نقطه دم بتطلع من الجسم بيفقد معاه حديد. بيفقد معاه ايه؟ حديد. فده على اللونج ران بيعمل نوع من انواع الانيميا للايرون ديفيشنسي انيميا. ايه تاني؟ الجاستريك السر تعمل كده برضه، تمام؟ حاجات كتيرة جدا. اي هيموريج كرونيك يعمل معانا ايه؟ يعمل اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا، لان بيحصل نص الايرون خارج الجسم، خارج الجسم. دي كلها اسباب الايه؟ يبقى دي نحفظها. مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا ايرون،